المبادرة هي نوع من الصرخة المجتمعية تجاه هذا المرض الذي أصبح يخترق كل البيوت. وهذه المبادرة جت لمطالبة الحكومة بإحداث صندوق وطني لمكافحة السرطان طبقا للفصل 15 من الدستور. إذن هذه آلية تمنح المواطن والمواطنة إمكانية التقدم لدى السلطات العامة، رئاسة الحكومة والبرلمان بمجلسيه، بمطالب مجتمعية من أجل تحقيقها، شرط أن تتوفر العريضة على 5000 توقيع لأصحابها المسجلين في اللوائح الانتخابية واللي عندهم شرط الحقوق السياسية والمدنية. لذلك هذه العريضة الهدف ديالها هو إيصال صوت المجتمع إلى رئيس الحكومة ومطالبته بإحداث هذا الصندوق الذي يمنحه إياه القانون من أجل التخفيف من هذا الأعباء ديال مرض السرطان الذي أصبح تحول إلى إعدام بالنسبة أو حكم بالإعدام بالنسبة لعديد من الأسر الفقيرة. أنا وقعت على هذه العريضة بحكم أنني كنشتغل في ميدان الصحة وكنشوف المعاناة ديال هاد الناس عن قرب، أنهم بالإضافة إلى المعاناة الجسمانية كتكون حتى المعاناة المادية، وهذه معاناة اللي كتكون كارثية. وهاد المبادرة رائعة بالصراحة، لأنه الناس مساكن كيعاني وكنعاني بشدة، ألوغ من أقل ما يمكننا حنا نمنحوا لهم وهو انهم نأزروهم، واخا غير عن طريق اننا نجيو كل انا بعدا كندعي الناس كلهم اللي كيعرفوني او للناس اللي المغاربه كاملين انهم يجيو يوقعوا لهاد العريضه. ما تنساش تابونا فلاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.